هذا ما كان يختبئ تحت القمم الجليدية في المريخ، ملاك عملاق تبدو وكأنها تمثال أرضي بريطاني يسمى سيدة الشمال. الفرق هو أن نسخة المريخ أكبر بعشرات المرات، فيمكن أن تناسب هالته مدينة نيويورك مع كل شخص بداخلها، وتمتد أجنحتها الضخمة عبر مئات الكيلومترات. ومع ذلك يدعى العلماء أن ملاك المريخ هو مجرد مزيج عشوائي من الحفر والبحيرات المكونة من ثاني أكسيد الكربون. ولكن هل يمكننا حقا أن نقول هذا؟ هذا المدخل الذي يبدو وكأنه منحوت على جرف المريخ، وماذا عن الغابة الغامضة أو هذا الوجه المذهل؟ كل هذا ليس سوى غيظا من فيض. اليوم سنكتشف أخيرا ما الذي يحدث حقا على كوكب المريخ. كيف يمكن لبعض الأشياء الغريبة التي من الواضح أنها لا تنتمي إلى الكوكب الأحمر تنتهي هناك؟ 1976 نشرت وكالة ناسا صورة لسايدونيا، وهي منطقة تقع في النصف الشمالي من المريخ. شاهد عامة الناس فورا وجها عملاقا في تلك الصورة. كان للوجه فم وعينان وحتى أنف. في المقابل وصفه عشاق الخيال العلمي بأنه تناظري لأبو الهول المصري الذي أنشأته حضارة المريخ. استمرت هذه الأسطورة لأكثر من 20 عام، وفي عام 1998 ظهرت صورا مأخوذة من زاوية أخرى. أصبح من الواضح أن الوجه لم يكن أكثر من لعب الضوء والظلال على التضاريس غير المستوية، بالرغم من أنه بعد ذلك بقليل التقطت مركبات المريخ صورا لاستكشافات جديدة لا يمكن تفسيرها. هل ترى أي شيء غريب في هذه الصورة؟ سرعت الصحف الشعبية لنشر أخبار بوجود ملعقة عائمة على سطح المريخ، وبعد عام واحد فقط اكتشف الفضوليون ملعقة أخرى. هل يمكن أن يكون سكان المريخ العمالقة يقضون نزهة هناك؟ سرع الجيولوجيون إلى دحض ذلك الادعاء. يقولون أن كلا الملعقتين عبارة عن صخور بسيطة شحذتها الرياح، لكن في الفضول البشري متواصل في البحث عن شيء ما. وفي عام 2022 قدم لنا شيء آخر محير، مدخل محفور بإتقان على منحدر، لكن مع ذلك يجب أن تكون صغيرة جدا، حيث يبلغ ارتفاع ما يسمى بالمدخل 30 سنتيمترا فقط. بالإضافة إلى ذلك وفق العلماء الجيولوجيا فأنه لا يؤدي حتى إلى أي مكان، لأن هذا هو أحد الشقوق الطبيعية العديدة التي يغطيها الجرف. ولكن إذا لم يكن هناك وجوه أو ملاعق أو مداخل أو أشياء غريبة أخرى على كوكب المريخ، فلماذا نستمر في رؤيتها؟ الجواب يكمن في العقل البشري. قبل أن أريكم بعض الأشياء المخيفة الأخرى الموجودة على كوكب المريخ، دعنا نتقبل الحقيقة. انظر حولك، هذا العالم مليئا بالوجوه. نرى مفاجآت كهذه في كل مكان، تجدهم في المباني، على الأحواض، وفي مقابس الكهرباء. أحيانا تأخذ هذه الحيلة أبعادا سخيفة. في عام 2004 تم بيع شطيرة مشوية ب28,000 دولار فقط لأنه قيل أنها تحمل صورة العذراء مريم. أنا متأكد من أنه يمكنك رؤيتها أيضا. ربما. هل هذا يعني أننا جميعا غاضبون من هذا؟ ليس تماما، نحن فقط عرضة لهذا الشيء المسمى بارادوليا. هذه القدرة على التعرف بسرعة على الأشكال المألوفة في الكائنات العشوائية المحيطة. منذ العصور ساعد أسلافنا على الفور على ملاحظة رؤوس الحيوانات المفترسة الخطرة في الغابة. الآن عندما نكون في مأمن من الحيوانات البرية، يضمن بارادوليا أن كل صورة ثانية لمنحدرات المريخ سوف تلهم مناقشات الانترنت الساخنة في مئات الصفحات المخصصة لنظرية المؤامرة الجديدة. بعد كل شيء يمكننا أن ننسب كل الأشياء المجنونة على المريخ إلى الظاهرة النفسية بارادوليا. تفرز هذه الاكتشافات أكثر النظريات جنونا. في عام 2001 آرثر كلارك كاتب خيال علمي اشتهر بروايته رحلة فضائية، صرح بأنه شاهد أشجارا حقيقية في الصور الجديدة للمريخ، غابة غريبة كاملة. وعلى عكس الملاعق أو الوجوه الموجودة على المنحدرات، فأن تلك الأشجار تتحرك باستمرار من سنة إلى أخرى. تصبح الغابة أكثر كثافة، ولكن بعد ذلك تصبح رقيقة. هل يمكن أن يكون هناك وحوش مريخية مجهولة تتغذى على هذه النباتات؟ من الواضح أن كلارك كان يعني شيئا من هذا القبيل. بعد 10 سنوات اكتشف المدون ديفيد مارتينيز
مستوطنة كاملة على الكوكب الأحمر، أو بالأحرى محطة ألفا الحيوية. استنتج مارتينيز أن هذا الجزء العلوي هو أحد المخابئ تحت القاع، حيث قد يختبئ المريخيون، تماما مثل المرافق السرية هنا في كوكبنا. إذن فلماذا نستمر في العثور على شذوذ من هذا القبيل مرارا وتكرارا على كوكب المريخ؟ يقترح العلماء أن كل هذا مجرد سلسلة من المصادفات. وفقا لهم فأن غابة المريخ ليست غابة مطلقا، إنها مجرد مجموعة من الأنماط المعقدة التي ينتجها ثاني أكسيد الكربون. ويمكن تفسير حركتهم بحقيقة أن الجليد الجاف يذوب ثم يتجمد مرة أخرى. في كل مرة يحدث هذا يملأ الشقوق الموجودة على السطح بطريقة جديدة. لكن لماذا لم نرى قط أنهار جليدية مثل تلك الموجودة على كوكبنا؟ بالنسبة إلى علماء ألفا، يكاد أن يكونوا على يقين من أنها مجرد قطعة أثرية للصورة الناتجة عن شعاع كوني. إن مقدار وتكرار هذه الصدف يثيران الفكر على أقل تقدير، لكن الوضع ككل يبدو فوضويا بعشر مرات. في القرن التاسع عشر كان علماء الفلك يحدقون بالفعل في الكوكب الأحمر، وشاهدوا أنهارا أو حتى قنوات اصطناعية، باختصار علامات لا بأس بها على وجود حياة خارج كوكب الأرض. لكن في وقت لاحق ثبت أن خزنة المريخ كانت أثار زلازل قوية، سلاسل الجبال أو عواقب تافهة لعدسة التلسكوبات المشوهة التي لم تكن ذات جودة عالية. اعتبرت القنوات المريخية فيما بعد بأنها وصمة عار على علم الفلك. ولكن في عام 2017 التقطت مركبة استطلاع المريخ المدارية صورة لهذا الشرغوف الصغير. في الواقع رأسه عبارة عن فوهة صدمية عادية، لكن الذيل بدوره كان أكثر إثارة للاهتمام. اكتشف العلماء أن هذا مجرى نهر، وأن النهر يتدفق عبر فوهة البركان بعد الاصطدام. بفضل كل هذه الأشكال الغير عادية الموجودة على سطح الكوكب، نعلم على وجه اليقين أن الباحثين في القرن التاسع عشر كانوا على حق في النهاية. كان المريخ يحتوي على الماء في الماضي، أصبح من السهل الآن مشاهدة الأنهار في صور أخرى أيضا، وتحديدها حيث ذهبت سابقا دون أن يلاحظها أحد من قبل. في عام 2004 وجدت المركبة الفضائية أوبورتونيتي شيئا مشابها لكرات البلياردو. قام خبراء ناسا فورا بتسميتهم بالتوت الأزرق، وشجع هذا الأشخاص المتحمسين على الدفاع عن فكرة الحياة على المريخ بمزيد من الحماسة. افترض بعضهم أن هذه الصور وغيرها تظهر الأنواع المحلية من الفطر. تم دحض هذه النظرية مرة أخرى، لكن بعد مرور بعض الوقت لاحظ العلماء أن الكرات تشبه بلورات الهيماتيت، وأن المياه المتدفقة فقط هي التي يمكن أن تمنحها مثل هذا الشكل. هذا يعني أنه كان هناك بالفعل نهر، وبالنظر إلى عمر المريخ فقد كان يجري في تلك المنطقة منذ وقت ليس ببعيد. بعد ذلك قد تكون جراثيم بكتيريا المريخ مختبئة في مكان ما بالقرب من ذلك التوت الأزرق. هذا ليس كل شيء. في عام 2012 التقطت المركبة المسمى كورياستي جسما معدنيا واحدا بالكاد كان مرئيا على الكاميرا. بدت وكأنها بقايا بعض الأدوات المريخية القديمة المصنوعة من المعدن المكرر، وزاد هذا من رفع معنويات المشككين. وبعد ذلك بقليل اتضح حقا أن الشيء الموضح في الصورة كان مجرد تفاصيل ساقطة للعربة الجوالة نفسها. وبعد ذلك في الآونة الأخيرة صورت مركبة فضائية أخرى تابعة لوكالة ناسا تدعى المثابرة شيئا لامعا جديدا. إذن هل سنجد قريبا معدات تعدين خام الحديد؟ حسنا، شاركنا في التعليقات.